مرحبا فيكم ببرنامج سيستم، خبرية حلوة وهي فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الإعدادية الحرة المعروفة باسم المتوسطة والثانوية الحرة في تركيا للعام 2020. تعالوا مع بعض لنتعرف على التفاصيل أكثر. اليوم خبرنا سار لحبايبنا المنقطعين عن الدراسة أو ممن لا يستطيعون الالتزام بدوام رسمي في تركيا. يا شباب، نظام التعليم المفتوح المعروف في بلادنا العربية باسم البكالوريا الحرة أو الإعدادية الحرة، نظام تم إطلاقه في تركيا عام 1992، يمكن للمسجل فيه الحصول على ابتدائية ثم إعدادية حرة ثم ثانوية حرة ليتمكن فيما بعد من التسجيل على الجامعات وتحقيق حلمه الدراسي. بالنسبة للأجانب، كيف يكون التسجيل؟ أولاً، الأجانب القادمين من بلاد خلينا نقول شوي مستقرة، هدول عليهم مراجعة مديرية التعليم في المدينة اللي يقطنون فيها أو يقيمون فيها، وإظهار آخر وثيقة تعليمية، آخر جلاء مدرسي لديهم، لتقوم المديرية بتعديل هذه الوثيقة وتصبح معدلة، ثم يتقدمون للتسجيل. أما بالنسبة للسوريين اللي معهم وثائق، هدول لازم يراجعوا بالجلاء المدرسي أو الوثيقة المدرسية يصدقوها من الائتلاف في عنتاب. أما القادمين من بلدان غير مستقرة وفيها حروب وفقدوا وثائقهم، هدول شو لازم يعملوا؟ هدول بيراجعوا مديرية التربية اللي هي بدورها بتحدد هيئة تعمل امتحان يدعى بامتحان تحديد المستوى أو ما يعرف بامتحان سبر معلومات، وبعد ما ياخد هاي الشهادة بيروح بيقدم عليها. أما من كان لا يرغب لا بامتحان سبر المعلومات ولا يملك وثائق، فهذا يمكن التوجه لمركز يدعى بمركز التعليم الشعبي المعروف بالهالك إي تيم، بيقدم على شيء اسمه محو الأمية واسمه البرنجي قدم، وهي الخطوة الأولى. بعدين بعد ما ياخد شهادة البرنجي قدمة بيقدم على شهادة الإكنجي قدمة، وهي تعتبر بمثابة الابتدائية. بعدين بياخدها ليقدم على أقرب مركز تعليم مفتوح ليسجل على شهادة الإعدادية الحرة، هذا إذا كان ما يرغب بأنه يقدم وثائق أو يخضع لامتحان تحديد مستوى. شروط التسجيل: يكون عندك صورتين شخصيات تدعى وثيقة لك تم التقاطهما في آخر 6 أشهر. 2، يكون عندك وثيقة تعليمية يثبت آخر مرحلة دراسية درستها ببلدك، وثيقة شخصية كملك أو إقامة يثبت إقامتك بتركيا بطريقة شرعية، مبلغ 30 ليرة رسم تسجيل يدفع في أي ATM ولكن اشترط دفعها في واحد من هاي البنوك، إما زراعات بنك، هالك بنك، وقف بنك، و10 ليرات يتم دفعها بالهالك إي تيم رسم تسجيل. آخر موعد للتسجيل ينتهي التسجيل في 31 كانون الثاني، التسجيل بدأ اليوم 6 كانون الثاني 6/1/2020 وينتهي في 31 1/2020. بالتوفيق لحبايبنا الراغبين بالتسجيل. السلام عليكم.